كابتن شريف، النادي الاهلي مقبل على مباراه هامه جدا، وزي ما الكابتن عادل وزي ما كلنا بنقول خلال هذه الفتره ان خلاص الملف اتقفل، احتفلنا واتبسطنا وبقينا فخورين بالمركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه، ولكن عندك ماتش مهم يوم الثلاث القادم باذن الله. باذن الله صفحه جديده هي دايما اللي بتوصلنا لكاس العالم للانديه. دي اول مباراه في المجموعات، ان شاء الله يبقى لينا انتصار فيها بثلاث نقاط، بيدي دفعه قويه جدا. وانت لما بتبتدي بدفعه غير احنا خدنا بطوله افريقيا اللي فاتت دي، مباراه السودان في السودان لو تفتكر، ايوه كنا لازم نكسب وكان علينا ضغط كبير جدا. وبعد كده بقى رحت لسان داونز ورحت الوداد ورحت للزمالك بعد كده، فاحنا عايزين الدنيا تبقى برضو ابسط كتير للضغوطات النفسيه اللي بتحصل، يبقى المكسب دايما هو. حضرتك بتفكرنا بماتش الهلال السنه اللي فاتت، كان ماتش صعب جدا، الهلال في السودان يعني ديزيشن يعني قرار ما فيهوش هزار، تعادل لازم تخش في حسابات بقى ثانيه وثالثه في مباريات اخرى يعني. ما شاء الله يعني الثقه موجوده في اللاعبين، الخبره اللي حصلت في كاس العالم للانديه الثلاث مباريات دول هيدوك دفعه قويه جدا انك تقف على رجليك. طيب عندك شواهد وعندك مواقف لسه من 10 ايام فاتوا بتخليك بتدي احسن ما عندك بقى. طيب حتى لو انت كنت غير موفق او كره ما عندك شويه، زي بواليا زي مروان محسن زي الدنيا اللي هي دايما احنا بنصدر لها، امتى هتجيب جول، امتى مش عارف ايه، امتى الكره ما فيهاش كده. كره وقت ما انت بتيجي عليك الكره قوي بتديك من الباب الكبير، بتخش الملعب من الباب الكبير، يعني تلاقي نفسك انت اللي بتخلص المباريات المهمه. فاللعيبه كلهم واحده واحده الحقيقه، اللعيبه كلها انا حاسس ان هم راجعين من البطوله دي، من يعني من عند ماتش بايرن ميونخ زي ما انت قلت عادل، عندهم يعني في تفكير تاني، تناول تاني للمباريات، هيبقى وجود في الملعب بشكل تاني، تصرف في المباريات هتبقى عامله ازاي. فاعتقد ان احنا هننزل قدام المريخ مهما كان المريخ مستقدم لعيبه جديده، عنده برضو استعدادات للنادي الاهلي كل حاجه، فاحنا بناخد كل مرحله وكل مباراه على حده، يعني بناخد اليوم لازم يخلص ان شاء الله اهلاوي صميم يعني، ان شاء الله بندعي باذن الله بالتوفيق يعني.